السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل كلاس. الكلاس ده بداية معرفتنا بالأوبجكت أورينتد بروجرامينج أو البرمجة كنية التوجه. يعني أنا بعرف حاجة معينة، عنصر معين، وأديله الخصائص، وبعد كده العنصر ده أقدر أكرر. خل بالك مثلا ممكن تكون بتعمل لعبة وفيها 100 جندي، فتخيل أنت كل جندي من دول تبدأ تحط الخصائص بتاعته ويتعامل ازاي وهكذا. تمام. طيب خليني أقول له كلاس، ببدأ أعرف الكلاس وأقول له إكس واقول له نقطتين انتر، وابدا ادخل بقى ايه البارامتر بتاعت الكلاس دوت. مثلا الكلاس ده هو عباره عن جندي هيتدرب وكده، فالانرجي بتاعته هتساوي 100. وهو كده في معلومه ان الكلاس ده اول ما بيبتدي هو ب100. تمام. يعمل حاجه معينه تزيد، يعمل حاجه تانيه تقل. تمام. طيب هعرف له حاجة ديف، مثلا ان هو هياكل مثلا تفاح ابل. تمام. بحط سيلف، يعني الحاجة اللي هتحصل دي هتحصل للمتغير دوت، واقول له ايه سيلف دوت انرجي. تمام. ايه اللي هيحصل له بقى؟ قول مثلا هنزود زائد 10. يبقى لو انا فعلت ان هو اكل تفاح طاقته هتزيد ب10. تمام. طيب هقول له بقى اعرف له واحد تاني وليكن مثلا سموك. تمام. طيب دي هتساوي ايه؟ هتساوي سيلف، يعني هتساوي الكلاس اللي اسمه اكس دوت سيلف دوت انرجي ناقص، وبتساوي يعني هياخد نفس الرقم ده ويطرح منه مثلا 13. يبقى انا عندي اللاعب اللي اسمه اكس دوت عنده طاقه ب10، لو كلت تفاح هيزيد 10، عنده طاقه ب100 لو كلت تفاح هيزيد 10، لو شرب سجاير هيقل بمقدار 13. طيب واقول له مثلا ان انا عندي ايه سولدر 1 بتساوي اكس. طيب وعندي سولدر 2. تمام. 2 بتساوي اكس. تمام. طيب لو قلت له برنت اطبع لي سولدر 1 دوت انرجي، وبعد كده قلت له اطبع لي سولدر 2 انرجي، اقول له كنترول اس واقول له اطبع، طبع لي ب100 و100. طيب مفيش اي فرق خالص اهو. طيب اقول له بقى ايه سولدر 1 دوت هياكل تفاح. تمام. طيب وسولدر 2 هيشرب سجاير. تمام. اقول له كنترول اس واقول له وريني الرقم. هنا سولدر 1 لما كل التفاح زاد 10 ب110. طب لما شرب سجاير ب87. فاكر اللعب اللي انت كنت بتدخل كل ما تاخد اسلحه تزيد؟ في لعبه اسمها بابجي، انا ما لعبتهاش بس يعني بسمع عنها. لو ضربت بالنار او شرب سجاير بتقل الدرجه بتاعتك وهكذا. طيب يعني خلينا ناخد الرقمين دول اهو، واقول له فعلهم كم مره، واقول له ايه شغل، هتلاقي ان هو بقى 140 زاد 4 مرات، والتاني قل 13، قل 4 مرات 13 13 13، فبقى 48. دي فكرة البرمجة كائنية التوجه وفكرة الكلاس.